أما من حيث مكان الدفن، فأنا عايز أقول حاجة، أن الإنسان عند الدفن لا يتأثر بأي شيء إلا بعمله. يعني مكان الدفن وشكل القبر ومكان القبر وما إلى ذلك، هذا لا يؤثر في تنعم الإنسان في القبر أو في عذابه في القبر. لا، كل هذا ليس له قيمة، الذي له قيمة هو العمل. ولذلك يعني الإنسان يتبعه أهله وماله وعمله عند الجنازة، يعني يتبعه أهله وماله وعمله، يرجع اثنين ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، لا يبقى له إلا العمل. فإذا كان عملا صالحا ينعم في قبره، وإذا كان عملا سيئا ونعوذ بالله من ذلك، يعني خلاص، يعني هو أمره إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولذلك مكان الدفن مش هيؤثر. ولكن لما نيجي نتكلم بقى عن مكان الدفن، هو يكون في مقابر صدقات أو ليس في مقابر صدقات، أنا عايز أقول إحنا مش عايزين نتكاسل عن إقامة أو بناء مقابر لنا وللمسلمين. يعني لو كلنا أصبح عندنا تكلان على مقابر الصدقات، ممكن نلاقي مقابر الصدقات قد امتلأت وتكاسل الناس عن إعداد مقابر. أنا عايز أقول إن إحنا كما أننا نعد لأنفسنا بيوت في الدنيا، يجب كذلك أن نعد لأنفسنا مقابر حتى نتوارى فيها بعد ذلك. فإذا ما وجدنا عندنا سعة، يبقى ما فيش مانع نعد لأنفسنا قبرا ونعد للصدقات قبرا حتى تكون صدقة جارية، وهذه من أنفع الصدقات الجارية التي قد يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه صدقة المسلم على أخيه المسلم بأن يواري جسده بعد الوفاة، هذه من أنفع القربات عند الله سبحانه وتعالى.